راه العالم كله مهول تما هذه فرنسا كيفاش يصراو احداث عند العرب واحد ما يسمع بها يضرك ما تزوج في فرنسا ولا نظرت الدنيا نورمال هذا العالم تغير وان شاء الله حنا نتمنوا لهنا لبلادنا برك احداث فيلم هندي راهي دخل مخابرات وراهي احداث مفبركه باش يحاربوا الاسلام والمسلمين ويدير لهم مشاكل تما هذا ما كاين هما اللي ضرونا ضروا الاسلام ضربوا فرس الله عليه السلام وهي ماشي مليحه مسح مليحه وجاها ماشي مليحه وجاها مليحه وجدهم هما اعظم اعظم انسان يحبوا ربي سبحانه وتعالى يكتبوا عليه كانت بكري الاخرى يكبدوا كامل لحقوا هذا الشيء اللي داروه تسمى ما تسمى يمس كما يقول شرفنا واللي صرا درك تسمى حاجه مليحه انا نستعرف بهم اللي داروا هذا الشيء احنا مسلمين احنا الدين تاعنا ما وصلناش باش نقتلوا الناس ربي قال لك اذا قتلتم ربي قال لك الايه اللي تحث يعني باللي كي تقتل الانسان كي اللي قتلت الناس جميعا وحنا خويا ماناش تاع باش ربي ما وصلناش باش نقتلوا الناس وهما الاحداث اللي تصرى كل ما تصرى هكذا ديك قتيله والله توجور تهمه تاع الجزائريين وجزائريين اخويا احرار حنا اللي دور بينا ما نسمحوش كل كومبورتمون هذا اللي داروا لي جون هذا في باري يعني ان نوزا توشي على خاطر رانا كاع دي فرير في ليمانيتي وما نقدرش نقدر نقول لك باللي شاكان يلغي بريزونتو لوي ميم اي اون بو با دير كو الكومبورتمون هذا اللي داروا لي جون هادو يلغي بريزونت الاسلام اي اون بو با ميلونجي اون ميكسي اونتر الاسلام اي الاسلاموفوب باسكو الاسلام سي دو لا ريليجيون دو لا بي اي دو لا ريليجيون دو لا سوغير سي با لا ريليجيون دو زوتر كومبورتمون كوم سو كومبورتمون لا احداث مؤسفه يعني احنا كيما اخوتي الجزائريين ما نحبوش كيما الحوايج هذو العنف هذه الارهاب والمشاكل هذو وحنا نتمنوا ما يكونوش الحوايج هذو في بارتو في انحاء العالم كيما نقولوا كلي وشنو ثاني من جهه اخرى ثاني ما ثاني الاساءه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني واحد ما يتقبلها كعرب وكمسلمين ما نحبوش ثاني احنا ثاني هما ما يتحبوش يتقاسوا ثاني في الدين تاعهم احنا ثاني ما نتحبوش نتقاسوا في الدين تاعنا الاحداث هذه نتاسفوا لها يعني باش نورمال الاحداث هذه والدين بريء من هذا الناس هذو الدين بريء من هذا الناس هذو باش يديروا كما كيشوفوا في الجزائر ويشوفوا باش يحاله شوفوا في الاسلام اسلام خاطئ العباد ولا كما يقولوا الارهاب هذو اللي داروا هذا الحدث ماشي هما المسؤولين هما المسؤولين عما حدث اما على الجاليه الجزائريه اللي كانت في فرنسا وفي اي بلد اوروبي خاطيهم الدين يبقى الدين اسلام ما يشوهوش الاسلام اللي صرا باش يعدوا هما اللي صرا فيه اما اللي داروهم ماشي خدمه هذه اللي داروها هادو وان شاء الله الجزائريين يقوموا لهذه الظاهره هذه اللي صرات هذا الحدث وان شاء الله يكون تفاؤل كبير ويقلعوها كاع هذا الارهاب ما يسمى بالارهاب وان شاء الله ما نزيدوش نسمعوا بهذه الاحداث وان شاء الله الارهاب هذا يكمل والدنيا والعالم كومبلي يبقى هاني اللي قامت بهذه الجريده على الرسول صلى الله عليه وسلم خطا كبير لان الرسول حنا وما لحقناش عليه كيف هو يصور ولا يكتب عليه لكم دينكم ولينا دينا وهما لهم دين يحافظوا على الدين تاعهم وحنا لينا دين نحافظوا الدين حنا ما ندخلوا في دينهم احلا حنا ما صورناش حنا ما كتبناش باش يشوفوا صوره الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما يقدر حتى واحد يوزع والاسلام يبقى اسلام اللي فرض في فرنسا صرات فينا شحال سنه حنا عندنا 20 سنه وحنا تصرا فينا كذا باش في فرنسا برك 20 سنه وحنا تصرا كذا في فرنسا في بلادنا المشكله هذه ستي مافيا اورغانيزي بار كي ناري با ستروفي كي 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 بي اورغانيزي سات مافيا باسكو سي با ريزو يضربوا واحد ولا كاين شي حاجه احنا رانا يضربوا فينا كيفاش نديرو درك لقى الحل كيفاش نديرو
اشكون اللي دعمهم، اشكون اللي شي با مو بوجاري با كومبرا داك المافيا. راح نقول له الاقتداء ماهيش مليحه والاساءه ماهيش مليحه، نورمالمون كل واحد يحترم دين الاخر، سواء بلي جورنو هادو ما يكتبوش علينا، وحنا ما نكونوش كيما نقولوا عنفيين هكذا للدرجه باش نقتلوا. والله انا عندي النداء بالعربيه بالامازيغيه والفرنسيه، شحال نحبكم يا ديني وبلادي وشعبي. يا اخي الدين وبلاد والشعب عندي نفديكم بالروح، يا خوتي عليكم والصاري جدي قالي في خوتك لا تعادي، واخوها الدوال الروح، يا خويا بعقلك وعقلي بقلبك وقلبي نداوي كل جروح، يا خويا اعطي لي يدك ويدي نبني ولدان ولادك ولادي من عطاويره، اكما اعراب سي عقلي وين تستولاو، يمسيو لي وريد الجواب، اسوس قولي وديفا تاع العنصريه تحارب، تاع العنصريه تحارب، يماثنا الجزائر باباثنا الاسلام، فرار Pourquoi toute cette guerre si ce n'est pour semer la mort? Tu sens nous arrosons la terre pour appliquer la loi du plus fort. Dites-moi pourquoi toute cette guerre? Dieu de tout le monde y a dans notre père. Dites-moi pourquoi toute cette guerre? Seul a pris à la paix sur la terre dans nos cœurs et nous serons des plus forts. Je suis contre l'Ahdafaï. Si tu as un islam, il faut que nous l'islam et أسن دمين سس الأخلاق سس الخدمة سوى كغ أثن حارب ماشي من غير هذا أحداث غير لائقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بعدم والإسلام أوصى بعدم قتل النفس. ترى ميت قارتك المسلم ما يسمس ونادي مسلم العاطفة الإسلام وإلا قال دي مسلم العاطفة الإسلام قال هذه مسلمين ذي سميسات نمس ربي نمس كلش فرنسيات غزان أسن تمور الكفار اذا مور ني سميس نو نقدر يخلقنا كل المشاكل هذه كل الارهابات هذه الفكره هذه تمور لا امزو الخير. الدوله الجزائريه دوله مسلمه معروفه توقف ضد العنف، ما تحبش تبع العنف في 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 البلاد المسلم وعامة البلاد في العالم كوبلي. الجزائر ما تحبش العنف، تحب السلم الطريقه السلميه وتعاون ثاني تحب تساعد الفقراء والمساكن. على كل حال هي كل اسم هذا التشويه، ولا قرات نغن اي انسان ربي سبحانه وتعالى قال من قتل نفس بغير حق كانه قتل الناس جميعا. الاسلام يتحثوا سواء داروا مين ذو ذي مسلم الروح عزيز رب العالمين. وريلا قرم نرثين غن هذا في نورمال واش كاين عادي اش مولي نورمال صرا في اي عالم في اي بلدان جزائر فرنسا امريكان الى اخره نورمال.